تمام. بمناسبة النيابة، أحب أقول إن النيابة هي الذراع الداخلية لليمين في الاعتقال الرسمي. أنا بقالي 500 يوم في السجن، و45 في 45 في 45، مع إن ما كانش معايا غير الكاميرا يعني. بس فأنا أحب أقول كده عن النيابة يعني. أما بالنسبة لإني قعدت في السجن سنتين، ولإن قاضي في الآخر جه يقول لي يلا يطلع براءة كده، كأن أنا كنت قاعد في بيتي يعني، وده مش بفضل قاضي. القاضي ظلم طلبة كتير كانوا ممسوكين عشوائي، كان في أكتر من 25 واحد اتحجب عليهم 7 سنين و5 مراقبة، مع إنهم كانوا رايحين امتحاناتهم، وأكتر من 30 واحد اتحجب عليهم 5 سنين و5 مراقبة، وفي 5 طلاب أقل من 18 سنة اتحجب عليهم 3 سنين. وأنا مش جاي هنا عشان أتكلم عن تجربتي في السجن، لأن ده هقوله في أيام كتير. أنا جاي هنا عشان أتضامن مع الناس المظلومة اللي جوه، والصحفيين بالأخص، وطبعا كل الناس المظلومة، مش صحفيين بس، أي حد مظلوم. لأني سكوتي على وجود أي حد مظلوم في السجن هو خيانة لكل مظلوم. بس أنا أحب أتكلم، أبدأ كلامي عن محمود شوقان اللي أنا شايفه إن أنا أشبهه في حاجات كتير أو هو يشبهني. محمود شوقان اتمسك في فض رابعة معاه كاميرا، كان مصور صحفي، فأنا أحب أتكلم عنه شوية أعرفكم بيه. محمود شوقان خريج أكاديمية الأخبار قسم الصحافة، اشتغل بجريدة الأهرام 6 شهور، وبعد كده اشتغل صحفي مصور صحفي حر، دخل مسابقات عالمية كتير كان هو الأول فيها، كان بيقدم صور لمجلة تايم البريطانية، وخد أحسن صورة في العالم مجلة تايم البريطانية. محمود شوقان موهوب، عنده فكرة يقدمها، عنده شغل يقدمه، لكن كان مصيره الاعتقال، اعتقال أكتر من 650 يوم لأنه كان بيصور. للأسف يعني أنا مش عايز أتكلم في السياسة، لكن لازم أتكلم. النظام الحالي بيعادي أي فكرة، أي حد عنده أفكار، أي حد بيفكر. التهمة بس حيازة عقل، مش لازم كاميرا، أنت المهم تكون بفكر. يعني كلمني مثلا عن ماهي، عن يوسف شعبان، عن علاء فتاح، دومة، عادل، ماهر، كل الناس دي هي بس بتفكر. النظام الحالي عايزنا عساكر، تعالى يمين تعالى يمين، تعالى شمال انا شمال. يعني فعلا وضع الحريات في مصر لا يحتمل. احنا رجعنا ايام مبارك، ايام 2004 واقل من 2004 كمان. عايز اكمل كلامي عن شوكان اللي قال في رسائله اللي اثرت فيا واللي حسيتني اللي هو فعلا بيكتب من قلبه زي ما انا كنت بكتب، وكان اداره السجن بتعاديني لاني بكتب، ما كنتش بشاغب، انا كنت بكتب بالقلم. هو كمان بيكتب من قلبه، وانا متاكد ان ما كانش بيشخبط كلمه، لانه هو ما كانش بيكتب مقال، هو بيكتب رساله من قلب لقلب الناس اللي هتقف جنبه، الناس اللي هو انتوا اللي وقفتوا، انتوا اللي هتقفوا جنبه زي ما خرجتونا هتخرجوه، مش القاضي ولا السيسي ولا وزير الداخليه ولا النائب العام ولا النيابه. شو كان بيقول في احدى رسائله؟ الظلم حرام، والتجاهل هو أكتر شيء بيقتلني جوه سجن. وبيقول اوعى تفتكر إن كلام الناس بتاع السجن للرجالة والكلام ده حقيقي، وإن الصبر صح، أنا غصب عني بصبر لأني ما عنديش حل غير كده. ده كلام شوكان. بيقول تاني عن النوم، النوم على فكرة هو أكتر وسيلة ممكن يهرب بيها جوه السجن. شوكان بيقول: أريد أن أخبركم كيف أنام، كيف أنام ساعات طويلة 13 و14 ساعة لأهرب من هذه الجدران الملعونة. بيقول أيضا: أريد أن أخبركم عن بلد الحبيبة التي تسبحني وتحطم أحلامي. أرجوكم، أنا مصور صحفي ولست مجرما، لا تضيروا ظهوركم. وأنا بطلب منكم لا تضيروا ظهوركم لشوكان ولكل زملائنا الصحفيين وللطلبة ولكل أصحاب الفكر. كمان عايز أقول إن في 314 حالة واقعة انتهاك ضد الصحفيين، ما بين قتل واستهداف واعتقال ومنع تصوير ومنع دخول الصحفيين لأماكن المحاكمات، فده استهداف رسمي. واللي بيحصل لشوكان ده اعتقال رسمي. أنا مش عارف يعني إيه 650 يوم بتحقق معاه، ده كده اعتقال رسمي. ما تجيش تقول لي انت سجن وده سجن ودي قضيه، دي قضيه كرتونيه. اللي بيحصل ده
هبل، هبل بمعنى الكلمة. كمان عايز أتكلم على رفيقي في زنزانة وعضو جبهة الثوار ياسين صبري، المعتقل منذ 12 يناير 2014 عشان كان معاه ستيكر جبهة الثوار ومعاه كتاب لمحمد لنجيب محفوظ. تاني هرجع اقول ان هو بيحارب الافكار، يعني ايه واحد معاه كتاب لنجيب محفوظ ومفيش مظاهره ومفيش شغب ولا اي حاجه اتحرقت ولا حد تم الاعتداء عليه، وتيجي تقبض عليه وتحكم عليه 4 سنين بدون مرافعات وبدون حضور جلسات وبدون ما تسمع كلمه من محامي او كلمه من متهم، وتيجي تديله 4 سنين وبعد كده ينزل جلسه برضه بدون مرافعات وتقول ان انا هديه 3 سنين وافطم بيه؟ انهي رأفة دي؟ ياسين صبري كمان بيقول في رسائله القديمه، في هذه السجون ترى شبابا يجردون من ملابسهم ويضربون، في هذه السجون تجلس انت ومع تجلس انت مع اكثر من 45 شخص في زنزانه لا تكفي 25 فرد، سيقطعون عنك المياه في هذه السجون لمده 22 ساعه. لو فكرت يعني تغني المخبرين مش هيسبوك وهتدخل تأديب عشان بس بتغني. في هذه السجون شبابا يسبون مصر لأنهم اعتقلوا ظلما. هذا النظام يريد أن يسكت كل من يتلفظ بكلمات مثل العدل والحرية، ولكن تأبى الثورة إلا أن تتم نورها ولو كره الجنرالات. كمان أنا أحب أختم كلامي بطلبة اللي منهم ممدوح جمال من معتقل مجلس الشورى، واللي منهم عبد الرحمن موكا، واللي فيهم علاء عبد الفتاح طبعا، وسناء سيف اللي بس راحت طالب بالحرية لأخوها علاء فلقت نفسها في السجن هي كمان يعني، وكل الطلبة زي إسلام عطية، إسلام الطالب اللي هو في كلية هندسة اللي اتخطف من الكلية واترمى في الصحراء بعد القتل، والداخلية طبعا بما انها بتدين بدين الكذب قالت ان هو يعني كان بيترفع عليها سلاح وده طبعا ما حصلش، والدليل الدكتور اللي راح قدم الاوراق اللي هو بتثبت ان هو كان في الجامعة. كمان عايز اتكلم عن ان في اكتر من 673 طالب اتفصلوا فصل تعسفي لمجرد انهم يعني في شك انهم شاركوا في مظاهرات، مع اني انا تجربتي في السجن بتقول ان كل الناس دي بس كانت معديه جنب مظاهره، واحد رايح يجيب كشري، واحد اتمسك بحشيش فهم عايزين يجيبوا عدد، شالوا الحشيش على جنب واتهموه انه اخوان. دي حقيقه والله مش ضحك. وكان كل همه في السجن انه يدور على حشيش، شغلته في السجن انه يدور على حشيش. بس النظام اعتبره ارهاب، اعتبره متطرف. التطرف هو مش ان ربي دقني لاني مثلا اسلامي او اشتراكي او شيوعي او ذو اي فكر. التطرف هو اني طرد كل اللي ليه دق. ما ينفعش ان انا اكون في محكمه والقاضي يسالني انت مربي دقنك ليه؟ ده سؤال هزلي. يعني كنت عايز اقول للقاضي انت ازاي تسالني سؤال زي ده؟ يعني اسال بقى تامر حسني مثلا مربي دقنه اللي يقبض عليه بقى، ما هو يعني متطرف. فيعني شيء هزلي جدا، وانا يعني مش عارف اقول ايه تاني. يعني هو كل حاجه بتحصل هي كوميديا سوداء في البلد. وشكرا ليكم، وشكرا لكل الناس اللي وقفت جنبي واللي هتقف جنبي شوكان، ولكل اللي اتظلم، ولكل اللي قال كلمه حق فلا نفسه في السجون. شكرا.